الام لما بتيجي تولد بتبقى في الم فظيع جدا جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو يعني من سبب ادخال الجنه الام اللي هي الولاده، وان هو من تاني اشد الالام في الدنيا بعد الحرق الولاده. بس بتستريح، بتجيب حاجه بعديها. هو ده الربيع العربي، الناس بدات تفوق، بدات تتعب جدا جدا، بدا يموت منها ناس، بدا قرارات غلط تتاخد بعد كده يرجعوا فيها. فالربيع العربي انا شايفاه ان هو لسه السنتين دلوقتي هو لسه بيبدا ياخد نفسه، لسه في مرحله الالم، لسه ما تعافاش قوي. قدام هي ومش قدام كتير. انا مسلمه عربيه، اسمي نسمه رمضان، عندي 19 سنه وشهور، وحبيت بلدي اكتر بعد ما الثوره قامت. عمرو خالد قدوتي، قدوتي ليه؟ عشان انا حابه فكره النهضه اللي هو شغال بيها، ماشي، فكره نهضه، فكره تعايش، وهو ده اللي الشعب محتاج، يعني هو ده اللي المسلمين حاليا محتاجينه كله، والعالم كله عامه، مش مسلمين بس، نهضه، كله محتاج نهضه ومحتاج يفهم صح. المشكله ان هي كانت بتقابلنا ان هو ما كانش فيه حريه ان احنا نعمل انشطتنا، يعني مثلا هننزل نعمل مسح ميداني لمكان ما او اي حاجه، كنا لازم ناخد تصريح، وممكن نبقى قاعدين مثلا في اجتماع حد يجي امن الدوله يتاخد مننا عشان في تجمع، يبقى اكيد في حاجه، اي حاجه. الويب سايت كان اظن متراقب، فاللي هو حتى امي لما كنت بقدم على ابلكيشن ما او ايا كانت كانت بتخاف عليا لحسن تقولي الويب سايت متراقب، يعني حاسه ان هي كانت هتجيب لي مشاكل. يعني في مشاريع كتيره بنشتغل فيها، يعني مثلا في مشروع اوعى للتوعيه للمخدرات وحمايه برضو توعيه للمخدرات والدرينكس والدراجز والحاجات دي. في العلم قوه، العلم قوه ده بنعلم ناس كبيره. في انسان ده عباره عن ان احنا بنروح لقريه فقيره معدمه، بنعمل لهم مشروع، القريه الاسره دي تعيش منه، بس بشرط ان هو يرجع اولاده للمدرسه. يوم 25 يناير كنت في البيت، ما عرفتش اشارك، امي كانت خايفه عليا فما نزلتش ولا مظاهره. انا ما شفت كذا مليون وناس من محافظات تانية، اللي هو لو مصلحته في محافظة تانية مش هيعملها، هو جاي مخصوص عشان يجيب حقه. الناس اسلام يعتبر مش محتاجة حاجة بس نازلة، لا حسيت ان الناس عقلها رجع لها، هي حست ان في حاجة اسمها حرية، يعني انسانية هي كانت ناقصاها. الصورة اللي اتحفرت طبعا مش هتنساها، ولا انا ولا ايا كان الشهداء، والطريقه اللي اتعامل المتظاهرين اتعاملوا بيها، يعني طريقه غير ادميه. يعني اللي اتغير بعد سنتين من الثوره بقى عندي حافز اكتر ان انا اشتغل، يعني انا كنت بشتغل كنت حاسه ان انا بحارب في كذا في كذا جهه فيها فساد، سواء فساد مالي اداري، حتى فساد العقول في التفكير، انت بتعملي ده كله ليه اساسا؟ الدنيا كلها واقعه. بس لا، بعد سنتين الناس بدات تشتغل، الناس بقت لا انا اقدر، انا عندي نظام بقاله بتاع 30 سنه 25 سنه، انا اقدر. الشعب فاق، عارف يعني ايه حريه، عرف انه عنده حقوق لازم ياخدها. السلبيات قد تكون الناس بتستخدم الايجابيات كسلبيات، بمعنى يعني مثلا انا فهمت ان انا خلاص انا رجعت لي ادميتي وخلاص في الديمقراطيه، وانا ليا حق وحق الترشيح وحق الرئاسه وي وي، بس بستخدمها ان انا ممكن اعمل حاجات غلط، ان انا مثلا اتظاهر بطريقه غير سلميه او غير لائقه. ممكن الناس بتبقى عايزه تغير جذري وسريع، مع ان ده مش هيحصل، ناخد وقت. ليه؟ لان البلد فيها كذا حاجه، انت ماسكه بلد ما فيها فساد مالي اداري وحضاري، حتى في تعليمي واقتصاد، حتى في يعني حتى في التفكير في النقاش، انت ماسكه كل ده زيرو 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 25 سنه، بيحطم 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 بيحطم. فانت لما تيجي في خلال سنتين او يمكن نقول خمسه مش هتتحقق بنسبه كبيره، يعني ممكن تبقى نسبه ضئيله لانها بترتفع بعدين.
فللاسف المشكله دي حصلت على فترات متفرقه بعد الثوره، ان الناس بدات كل واحد بيفهم بطريقه مختلفه، اللي هو عملت انشقاق شويه في الاراء وفي الناس، وفي بقوا الناس ماشيه بطريقه الستيكرز. الستيكرز انت اللي انا هحط عليك ستيكرز، ان انت مش معايا يبقى الستيكر ضدي، معايا يبقى انت الستيكر معايا. في حياتنا الاسلام يعني عقيده اتحطت فيا من ابي وامي. العقيده دي ربت فكر، الفكر ده نتج عنه سلوك، فالسلوك فبالتالي السلوك هيبقى متوازن، هيبقى كل حاجه. دور المراه في المجتمع في العالم العربي ككل وفي العالم كله سواء في اي ديانه، ان هي ان انا ازرع في ان انا اربي اجيال وازرع فيها عقيده وتفكير صح. في ممكن دول تاني تستخدم اللي انا بخلط الدين بالسياسه بحاجات تانية، ناس تانية في سواء كانت أو في مصر او بره مصر تستخدم ان احنا مثلا دوله بنخلط الدين بالسياسه، فيستخدموا ان هو في حكم على الناس وحكم غلط، فاللي هو مش معاها. لا، هي الرساله اللي موجهه لكله، كل الاديان، كل الجنسيات ايا كانت، تمام، ان هو العمل والنفع. كل الاديان والانبياء سواء باختلاف ديانتهم كانوا بيشتغلوا على حاجه واحده، نفع الناس.